ما أتخيل حياتي من غيرك. معاكم خلود، خلود بنت سعود. التعاون والحب موجود. إلهام علي تختار بين خلود، لينا وطيف في مسلسل اختطاف. في حال وصلنا خبر وفاتها. اختطفي. أنا عندي قضية أختي ولازم ترجع. ماجد لا توهقني معك. مسلسل اختطاف فاز ولا غلطة، ده كان رأي المتابعين بعد ما تابعوا 13 حلقة من مسلسل اختطاف على شاهد. المسلسل ده اللي تصدر ترند الأكثر مشاهدة في السعودية وحقق نجاح كبير من بطولة إلهام علي، ليلى السلمان، خالد صقر ومهند هزيل وغيرهم، واللي بيخرجه البريطاني مارك إيفرست. أنا ما أتخيل حياتي من غيرك. وإيتي بالعربي قابل نجومه لما كانوا بيصوروا قبل رمضان 2021، وكان لازم نشوف إلهام علي عشان تقولنا عن شخصياتها الثلاثة في المسلسل ده، فهي بتقدم دور لينا اللي بتكون مخطوفة من 20 سنة، بالإضافة لشخصية طيف الخيالية وشخصية خلود. معاكم خلود، خلود بنت سعود. بنت طبيعية مثلها مثل أي بنت جميلة في الحياة، عندها طموح، عندها أمل، ولكن عندها مشكلة عاطفية نفسية فيها قوة جدا، مثابرة شخصية خلود، هذا وصفي لها. أما لينا فمش شبهها أبدا، وكانت في حالة سيئة مع ماجد اللي بيعمل دوره خالد صقر واللي بيكون خاطفها ومخبيها في مزرعة. خلنا نقول هي الأقرب إلى قلبي، هي بريئة جدا ومسالمة جدا حالمة جدا. طيف بالنسبة لي هي مفاجأتي للجمهور في هذا العمل. طيف أنا ما أعرف، ما عندي وصف لها، راح يشوف الجمهور إن شاء الله في المسلسل وهو اللي يعطيني هالمرة الحكم على طيف، لأن ما عندي أي تفسير لطيف صراحة. وقدرت إلهام تكون شريرة وقوية في دور خلود، وفي مشهد تاني تبكي المتابعين وتكسب تعاطفهم في دور لينا. عشان كده شفنا ناس كتير بيشيدوا بأدائها في المسلسل ده، وأكيد الانتقال من حالة نفسية للتانية كان أصعب حاجة واجهتها في العمل ده. جدا صعب موضوع أن أنتقل بين شخصية بمختلف مشاعرها وأحاسيسها، بمختلف فكرها ومنطقها. في فرق كبير وشاسع بين شخصية لينا وخلود، لأن لينا مو بس بريئة فقط، عندها حتى في الشكل اختلاف 100%، لدرجة أن المخرج البارح توي يقول لي أنا جالسة أشوف شخصيتين في العمل، يعني مو إلهام هذه ولا هي بهذه إلهام، ما أعرف وين إلهام فيهم بالضبط. ويمكن أكتر دور كان صعب عاطفياً على المتابعين هو دور فاطمة والدة لينا، خصوصاً لما بتلاقي بنتها بعد 20 سنة في المشهد اللي أبدعت فيه ليلى السلمان، ولما قابلناها كشفت عن أكتر حاجة كانت مريحاها في العمل وخلاها تقدم الدور ده. التعاون والحب موجود، والحلو أنه في هالعمل الكل مثل ما قلت الكل يحب بعض، والكل يبي يقدم العمل هذا بصورة مختلفة، لأن فعلا عملنا هذا بتشوفونه مختلف جدا عن الأعمال الثانية. أما مهند هزيل فكان بيقدم دور أخو لينا المخطوفة، وأكيد كانت عليه المسؤولية الأكبر في العيلة. أنا كأخ المخطوفة كنت أحاول أعمل ميزان لعائلة لعائلتنا بشكل عام، حتى ما يصير نوع من الانكسار، نوع من يعني الحالة النفسية الصعبة اللي ممكن يمرون فيها، حاول أني أدعمهم، وبنفس الوقت أنا قاعد أمهد لهم أن إذا في حال وصلنا خبر وفاتها نكون عارفين هذا الشيء. بس ما زال الأمل موجود عند الأم، لأن قلب الأم على بنتها غير. إيش رأيك أنت تذبحني وتخلصني؟